تعرض قانون المناقصات إلى العديد من التعديلات والتنقيحات، إلا أنه إلى الآن لم يتم التصويت عليها. 48 مادة تمت إضافتها لسد القصور الذي يعاني منه القانون الحالي، وتمت الموافقة في اللجنة المالية على القانون من حيث المبدأ. التعديلات تضمنت وضع عقوبات على المقاول الذي ينسحب للمقاول الآخر بعد استلام مبلغ منه، وعدم التعاقد مرة أخرى مع المقاول المتعثر حتى يعالج مشاكله السابقة. عالجنا موضوع المقاولين اللي ينسحبون ولصالح الثاني وقبض منا المكسوم. المقاول المتعثر في مشاريع تم يعني وضع لحد بحيث انه ما يقبل بمشاريع الاخرى الا لما يعالج مشكلته السابقه. عملنا قانون الاظرف، ظرف مالي وظرف فني، بحيث ما يفتح الظرف المالي الا لما يشوفون الظرف الفني مطابق للمواصفات. عوامل عدة يجب وضعها بعين الاعتبار لضمان الشفافية والعدالة والمساهمة في دفع عجلة التنمية. تضمنت آراء النواب الفنية باختيار معيار الجودة والسعر السليم والدفاع عن المنتج الكويتي. أنا أمأى في زملائي في المجلس أن هم يطمحون إلى سرعة العجلة، يطمحون أنهم يحققون السعر السليم، ويطمحون أن يحققون الجودة. أنا كمهندس تهمني الجودة، ما يهمني الإنجاز كثر ما يهمني الجودة. الإنجاز تجيني من المرحلة الثانية. أيضا السعر، أنا أقول ما أبي أخذ الأرخص بحيث أني أروح أسوي له باكر صيانة يفوق قيمة المشروع. أيضا بالدفاع عن المنشأ الكويتي، الصناعة الكويتية، الأمور الكويتية. التعديلات في انتظار إدراجها على جدول الجلسة القادمة أو التي تليها للتصويت عليها وإقرارها في حال انتهاء اللجنة منها.